السلام عليكم، معكم سفيان من قناة أنا وهاتفي. اليوم عندنا الهاتف الجديد من الريالمي سي 30، الفئة المتوسطة، بثمن جد رمزي للجميع. كيجيب 32 جيجا ستوكاج و 2 جيجا رام. كما كتشوفوا 5000 ملي أمبير في الباتري. غادي نحلو غادي نشوفو الهاتف اللي كيجينا من ريالمي، الشكل ديالو كيداير، نظرة أولية قبل شراء الهاتف. غادي نقومو بفتح العلبة. كما شفتو معنا، هذا هو الهاتف ديالنا، ريالمي سي 30 سي 30. شوفوا شنو كيف كيجي مع الهاتف. كيف العادة هذا كتيب التعليمات. هذا هو الهاتف ديالنا، الفئة المتوسطة. هذا هو التليفون، اللون ديالو حواف هنايا في شور، يعني شي حاجة كتبان زوينة بزاف، يعني جا على شكل ايفون، يعني مربع شي هاد القناة من هنانية. المهم هذا بثمن 1200 درهم، الثمن ديال يعني ثمن زوين. هذا يعني التليفون دارو في بلاصة ريالمي سي 11، سي 11 من بعد ما عرفات نجاح كبير وخروج بعيد كثير للهاتف، ولم لم يتوفر في الأسواق. خرجوا دابا ريلمي سي 30، هو هذا نظرة أولية قبل شراء الهاتف، تمن ديالو 1200 درهم. أنا عادي ما غاديش نقوم بالتشغيل ديالو، غير غنوريكم الهاتف. كما كتشوف منفذ الشحن، منفذ المايك، منفذ السماعات، والباف سبيكر ديال الصوت. كما كتشوف كيجيب كاميرا واحده فلاش، والسماعات ديال المكالمه هو هذا. ما تنساش الاشتراك في القناه وضغط على زر لايك وتفعيل الجرس. وهذا الشارجور ديالو ريالمي، كيجي غيكون شي دو امبير، دو امبير 10 واط. كيبل ما كيكونوش مع السماعات، من زمان باش كيديروا مع التليفون السماعات. هذا هو التليفون ديالنا، ما تنساش الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك وتفعيل الجرس. نظرة خفيفة ظريفة للشراء قبل الشراء، اما لشريتي التليفون راك غتكون شتيه. نظرة خفيفة ظريفة لهاتف ريالمي سي 30 قبل شراء الهاتف. ما تنساش ضغط زر لايك وتفعيل الجرس، واللي بغاه داخل كازا توصيل فابور، تمن 1200 درهم. توصيل فابور داخل كازا، خارج كازا ما كنديرش، كنخدم غير كازا صافي. اللي بغاه مرحبا، يوصلك حتى لباب الدار، يعني كتصيفط لنا لوكاليزاسيون، كيجيك التليفون. التصبيق ديال 100 درهم قبل ارسال الهاتف. الى اللقاء، كان معكم سفيان من قناة انا وهاتفي.